أهلا ومرحبا بكم معنا في مسار السوق لجلسة هذا الأربعاء، أقدمها أنا أورلا طراوني وزميلتي نهى علي. أهلا بك نهى. أهلا بكم مشاهدينا، شكرا لك أورلا. طبعا كلتينا أو كلتانا نرتدي الأزرق اليوم، يعني احتفاء بلون السماء الصافية هنا. أيضا سيكون برفقتنا اليوم في مسار السوق للحديث أكثر عن المراقبة الدورية للإم إس سي آي للأسواق الناشئة لقطر والإمارات. من قطر سيكون معنا طبعا وضيفنا سيد فوزي عبد الله، وكذلك عبر الهاتف من دبي سيكون برفقتنا الكاتب الاقتصادي السيد وضاح الطاها. لكن قبل أن أخوض في تفاصيل إغلاقات الأسواق الخليجية جلسة هذا اليوم، أذكر بأبرز عناوين الجلسة. MSCI تعيد قراءتها الفصلية لمؤشرات الأسواق الإماراتية وكذلك بورصة قطر. أبار توسع قبضتها على أرابتك وتستحوذ على نحو 25 مليون سهم جديد من أسهمها. ارتفاع أرباح القرين الكويتية 67% خلال الأشهر التسعة المنتهية من ديسمبر 2014. تحرك ولكن بالسالب إزاء أداء الأسواق الخليجية، ما مرده؟ تفاصيل ذلك مع نهى. إذن ومشاهدينا، إذن لنذهب إلى حديث الأرقام فيما يتعلق بتحركات المؤشرات. كانت هناك توجهات بيعية أكثر منها شرائية، هل هذا الأمر له علاقة بطبيعة الأحوال بالمتغيرات العالمية، خصوصا بالنسبة لما يحدث من تذبذبات على مستوى أسعار النفط؟ كانت جملة الارتفاعات واضحة في الأسبوع الماضي وأيضا في بعض جلسات هذا الأسبوع، لكن بدأت منذ الأمس المحركات البيعية تظهر على المؤشرات الخليجية. السوق الكويتية بكل مؤشراتها ذهبت للون الأحمر، التراجع الأقوى كان من نصيب المؤشر السعري إلى 6700 نقطة. اختبارات طبعا تظهر عند هذه المنطقة. مؤشر الوزني أشار إلى 448 نقطة و15 تراجع بربع النقطة المئوية. فيما يتعلق بسوق دبي أيضا اختبارات تعيده إلى 3900 نقطة. نلاحظ كلما اقترب من 4000 نقطة تعود القوى البيعية ربما لأن ترجعه إلى دون هذه المستويات، قد لا يكون السوق جاهز في هذه المرحلة لهذه الاختبارات. التراجع في جلسة يوم الأربعاء بحدود 0.6%. سوق أبو ظبي أيضا تراجعاته كانت محدودة للغاية، وهذه هي التصرفات المعهودة بالنسبة لهذه السوق، لم تنشأ الكثير من التحركات المضاربية. المؤشر بقي محتفظ بال 4625 نقطة. بالنسبة لبورصة قطر عادت إلى التداولات بعد عطلة للجلسة السابقة، والارتفاعات كانت واضحة بإحدى 20 نقطة وأيضا إلى منطقة 12689 نقطة. نحاول أن نقترب، يعني في هذه المؤشر يحاول الاقتراب من 13000 نقطة لكن بشكل ضعيف. بالنسبة لمؤشر سوق مسقط عودة أيضا الارتفاعات التي تطال هذه السوق بدعم بالدرجة الأولى من القطاع المصرفي الذي تعرض منذ بداية جلسة التداولات الأسبوعية إلى جملة من التراجعات. الجلسة الأربعاء حملت بعض الارتفاعات لهذه السوق. بالسوق البحرينية 1448 نقطة لا تتحرك ضمن نطاقات قوية، والارتفاعات لجلسة الأربعاء متواضعة. لنعود إلى الأحجام، أحجام التداولات في هذه بداية عفوا نذهب للقيم، وعادة ما يتم احتساب هذه القيم بالدولار الأمريكي. بالنسبة للقطر يبدو أن قطر هي التي تستحوذ أو هذه السوق تستحوذ على القيم الأقوى 270 مليون دولار أمريكي، بينما سوق دبي فقط 150 مليون. كثير عم تتراجع القيم مقارنة مع السوق القطرية التي تتحسن بشكل متواصل في هذه القيم. هل له علاقة أيضا بهذه القراءة الجديدة للمؤشرات أو لضمن مركبات MSCI بالنسبة للسوق القطرية وأيضا الأسواق الإماراتية؟ فيما يتعلق بالسوق الكويتية 82 مليون، طبعا بالنسبة لأبو ظبي وأيضا سوق مسقط كثير متواضعة فيها الأرقام. لنعود إلى الأحجام، أحجام التداولات كالعادة تتفوق السوق في دبي على فيها كمية الأحجام، لكن لم تتفوق بالقيم. الأحجام 283 مليون، ونرى بالنسبة للسوق الكويتية 224 مليون سهم. <تصفيق>
وستتم المراجعات الدورية طبعا مساء الأربعاء على مؤشر MSCI، ومن خلالها سيتم إما إنقاص أو زيادة أوزان الأسواق الإماراتية، وكذلك البورصة القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وأيضا ضم أو استبعاد بعض الشركات التي تنطبق عليها القوانين للدخول أو الخروج من هذا المؤشر. نتابع التفاصيل في هذا العرض. أهلا بكم مشاهدينا، نستعرض وإياكم بعض التفاصيل عن المراجعة الدورية لمؤشر MSCI والتي ستعقد هذه الليلة، ولكن تحديثات هذه التغييرات ستتم في الثاني من شهر مارس المقبل. دعونا نستعرض وإياكم مشاهدينا بعض التفاصيل عن مؤشر MSCI، ونبتدأ أولا بشروط هذا الانضمام أو شروط الشركات التي من الممكن أن تنضم إلى مؤشر MSCI، إن كان من الأسواق الإماراتية، البورصة القطرية أو من أي مؤشر آخر يسعى للانضمام إلى مؤشر MSCI. طبعا يحدد انضمام الأسواق إلى المؤشر معدل النمو الاقتصادي للدولة وحجم الناتج المحلي، وبالإضافة إلى دخل الفرد من حجم الناتج المحلي، وأيضا بعض الإضافات الأخرى إضافة إلى حجم السوق المالي وسيولته ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، طبعا فضلا عن حجم التداول على أسهم الشركات والشفافية والحوكمة. طبعا كل ما ازدادت نسبة التملك لقبل الأجانب ونسبة التداولات، أن يكون متوسط التداولات اليومي أعلى من المتوسطات للشركات الأخرى، طبعا يزيد من فرص انضمام الشركة لتلك الأسواق الناشئة أو مؤشر MSCI. ماذا عن الشركات التي طبعا انضمت من بداية انضمام تلك الأسواق إلى مؤشر MSCI؟ في الشركات القطرية لدينا قطر الوطني، الإسلامي، بنك الدوحة، وبالإضافة إلى البنك التجاري، إضافة إلى مصرف الريان، شركة بروة، أريدو، وأيضا شركة الكهرباء، بالإضافة طبعا إلى كل من صناعات قطر وشركة فودافون قطر. ماذا عن الشركات الإماراتية من كلا سوقي دبي وأبوظبي، والتي انضمت إلى قائمة مؤشر MSCI، بدءا من بنك أبوظبي التجاري، الدار العقارية، شركة أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي، وبالإضافة إلى موانئ دبي. الشركات الأخرى لدينا سوق دبي المالي، شركة إعمار، بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني، بالإضافة إلى بنك دبي الإسلامي. دعونا مشاهدينا يعني نتعرف على التوقعات التي ستجرى على التغييرات على مؤشر MSCI، والتي طبعا سيعلن عنها بعد هذا الاجتماع وبعد هذه المراجعة الدورية التي ستجرى مساء هذا اليوم. طبعا التوقعات أن يزاد وزن الأسواق الإماراتية من نسبة 0.6 المئوية إلى 0.65%، إذا زيادة هي طفيفة ما يقارب 0.10 المئوية، بالإضافة إلى توقعات إلى زيادة كل من وزن سهم أرابتك والخليج الأول، وأيضا حذف دريك أنسكال من مؤشرات الأسهم للشركات الصغيرة، طبعا ذلك المؤشر الآخر لمؤشر MSCI، وبالتالي أخيرا أيضا زيادة وزن البورصة القطرية حوالي 0.25 المئوية، بعد أن أضيف سابقا في المراجعة الأولى إلى نسبة 1% تقريبا. هذا بالنسبة للتوقعات المبدئية. طبعا لدينا بعض التوقعات حول البورصة القطرية إلى انضمام سهم إزدان القابضة إلى مؤشر الأسهم الكبيرة من مؤشر الأسهم الصغيرة، وعدم ترقية سهم مزايا إلى قائمة الشركات الكبرى، والتي كانت تشير بعض التوقعات سابقا إلى طبعا ترقية هذا السهم من مؤشر الشركات الصغيرة إلى قائمة الشركات الكبيرة. مراجعة رولا، يعني كما ترين أن المراجعات قد تكون بمقدار ضئيل، ولكن هذه صحيح أننا نراها أحيانا بربع نقطة مئوية، ولكن هذا يعني أن هناك نشاط قوي ستتعرض له هذه المؤشرات أو حتى بالنسبة للأسهم المدرجة فيها. إلى السيد فوزي عبد الله من الدوحة، مرحبا بك من جديد سيد فوزي. لنعود إلى كيف يتأثر، يعني هلا قطعنا أكثر من مرحلة فيما يتعلق بالطريقة التي تنظر فيها وينظر فيها المتداولون إلى هذا المؤشر، برأيك عندما يعلن المؤشر MSCI أنه سيعيد يعيد القراءة ويعيد أيضا تقييم الأسهم، كيف يتعامل السوق مع هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أخت نهم. حقيقة يعني امتحان صعب حقيقة للأسواق الناشئة مثل سوق قطر والإمارات. أنا أعتقد أن هناك شركات مرشحة للدخول في الفترة الحالية. يعني مثل ما تفضل أختي اللي ذكرت في التقرير، يمكن فودافون وسهم أزدان، يمكن أزدان شوي عليه حركة قوية من مدة حوالي أسبوعين أو 10 أيام. لاحظنا أن السهم ذي يعني مرشح يكون داخل بقوة يعني. واليوم شفنا فودافون يعني اليوم النتائج مثل ما يقولون، مثل واحد عنده مباراة وينتظر نتيجتها آخر الليل. طبعا لو تكلمنا على عامة الشركات الموجودة في المؤشر ممتازة، يعني بنك التجاري وبنك الدوحة ما بيذكر اسم كلهم نعم. جيدين مثل ما قال التقرير. لكن احنا المشكلة اللي قاعد نعانيها حقيقة، لماذا نعم. يرتفع السوق في فترة ان احنا ندخل في 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 شو اسمه، يعني مش يرتفع بمفهوم السيولة، ترتفع لماذا ترتفع ايام اللي بيبس تدخل. احنا كبورصة يجب ان نحافظ على 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 المؤشر بشكل عام، مؤشر العام والمؤشر وقيمه التداول اليوميه. نعم، لذلك انا شايف حتى سوق الامارات نعم احييك طبعا استاذ نعم. فوزي، انا معك ايضا، اشارك زميلتي نهى، انا رولا معك الان، ولكن ينضم الينا ويشارك. انا ما اشوفكم بس لا بسيطه يعني صوتنا واصلك بسيطه. ينضم الينا عبر الهاتف في مشاركه ايضا الحديث حول هذا الموضوع ضيفنا السيد وضاح الطاه، وهو عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بدولة الإمارات. أحييك أستاذ وضاح. هل تجد أنه الطبيعة اتخاذ قرارات أو معايير تجاه الأسهم الإماراتية التي يعني هي موجودة على المؤشر مختلفة عن التعامل معها كما في قطر؟ لا، أعتقد المعايير واحدة وتنطبق على كل الأسهم وكل الدول اللي داخلة في مؤشر الـ MSCI للأسواق الناشئة. كما تفضلت قبل قليل، المؤشرات تنقسم إلى قسمين: مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الكلي، الناتج الكلي والنمو ودخل الفرد، هذه 3 معايير. المؤشرات الأخرى اللي تتعلق بالاقتصاد الجزئي للشركات وبالذات اقتصاد السوق المتعلقة بأحجام التداول هي نقطة أساسية، وملكية الأجانب، هذه العاملين الأكثر تأثيرا. فبالتالي لدينا حركة محدودة يعني في الحقيقة على التغييرات اللي ممكن أنه تقرأ، خصوصا أنه أسواق الإمارات يعني صار هبوط في أحجام التداول، وبالتالي ليس من المتوقع أن نشهد يعني تغييرات جسيمة في المراجعة الربع سنوية. ونشكرك الأستاذ وضاح الطاه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد CISI على وجودك معنا. نعود إلى الدوحة من جديد أيضا مع ضيفنا سيد فوزي عبد الله. نعم، ويعني إشارة مهمة سيد فوزي، وعادة ما تتلقفها دائما المؤشرات أو الاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بحصة ملكية الأجانب، وحتى بالنسبة لتدخل الدولة نلاحظ أنه التدخل الدولة كان واضحا بالقطاع المصرفي. هل هذا برأيك يعطي عامل ثقة أكثر لهذا القطاع بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، أم يحاولوا أن يتجنبوا وتترك التداولات للاستثمارات المحلية؟ شوفي، قطاع البنوك يعني عامة المصارف مثل ما ذكرتي، أعتقد أن الدولة مثل ما ذكرتي حضرتك أن دعمتها الدولة، يعني من 2008 عقب الكارثة الأولى مثل ما نسميها، تدني أسعار النفط وتدني أسعار البورصات، أدى إلى أن الدولة تحافظ على أسعار البنوك بالذات على أساس الناس تثق فيه. يعني إحنا شفتي لو لاحظت يعني حتى معدل الدخل الفرد في قطر يعتبر من نمبر 1 يعني على مستوى إن كان عربيا أو عالميا، وهذه شجع الناس أن والله البنوك ترى عندها سيولة قوية. لذلك أنا أعتقد أن قطاع البنوك ما أعتقد يتدنى أكثر مما تدنى حاليا، حتى لو النفط يتراجع، حتى لو سعر النفط يتراجع يعني مره اخرى للاسعار، اي نعم شكله ثابت لكن لن يرتفع بعد. خلينا نحط العلامه الثانيه، لن يرتفع، ربما استقرار يعني واضح. استقرار واضح نعم. ارجو ان تبقى معنا استاذ فوزي عبد الله. مبحثنا القادم هذه المره يتعلق ب استراتيجية التداول في السوق القطري، جمعيات العمومية المنتظرة، هل سنستمع إلى أصوات تطالب بالمزيد من التوزيعات ولماذا؟ بعد قليل.